أخواتي، الرحمة ليست استكماليا، ليست جزءا استكماليا في الدين، إن شئنا أخذنا بها وإن شئنا لم نأخذ، من المندوبات، إنها جوهر الدين كما قلت عشرات المرات، عشرات المرات. من أراد أن يعيد اكتشاف الإسلام، من أراد أن يعيد اكتشافه في الحقيقة، واحد يقول لي شو الكلام هذا المتغطرس، اكتشاف الإسلام أو الكلام الجاحد كأننا لسنا مسلمين، لا، في الحقيقة أقولها بملء فمي وكل يقين والثقة أيها الإخوة، نحتاج أن نعيد اكتشاف الإسلام. أنا أشك، بل أنا تقريبا أقرب إلى القطع، لسنا مسلمين جيدا كما يريد الله، بالذات حين نختبر أنفسنا بمسبار الرحمة، لا ننطوي على القدر الكافي من الرحمة. يزعجني جدا، يخيفني حقيقة، يرعبني يا إخواني ما أراه من استسهال الدماء في هذه الأمة. الدماء لدينا رخيصة ورخيصة جدا يا إخواني، الاعتداء على الناس، العدوان على الناس الأبرياء باسم كذا وكذا، سهل جدا لدينا. أين نحن من الإسلام؟ أين نحن من دين الرحمة، ومن نبي الرحمة، من قرآن الرحمة، من رب الرحمة لا إله إلا هو؟ أين نحن؟ لا أدري كيف نفهم الإسلام. نحتاج أن نعيد اكتشاف الإسلام شئنا أم أبينا. على فكرة والإسلام الآن على مفترق طرق، على المحك يا إخواني، والله على المحك الإسلام أمام أبنائي وأمام الآخرين. إن أعدنا اكتشافه وفق معياره الرحمن أو الرحموتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو الإسلام. الإسلام جاء ليكون رحمة. إخواني أرجوكم حاولوا أن تدركوا تماما بعين البصيرة وبكل تواضع أن الإسلام لم يأتي لكي يكون قوة إمبراطورية ضاربة، غير صحيح يا إخواني. كثيرون يحققون هذا الآن، الإسلام أعجز قوة على وجه الأرض ليكون قوة إمبراطورية ضاربة. هل معناها عليه أن ينسحب من الساحة؟ لا دور له؟ لا وظيفة له؟ أعوذ بالله، الإسلام دائما له وظيفة لأنه دين العالمين. تعرفون ما معنى رحمة العالمين؟ يعني في كل زمان وفي كل مكان البشر يحتاجون هذا الإسلام. طب الآن يحتاجونه مع أن أظفاره مقلمة، سيفه مثلم بل مكسور، لا سيف له الإسلام اليوم، لا سيف له. نحن أضعف أمم الأرض، صحيح؟ دويلة صغيرة 5 مليون لا تزال تذل العرب من 60 سنة، لا نستطيع أن نفعل حيالها شيئا تقريبا. ثم نتحدث عن القوة والجبروت، ماذا؟ جبروت المفصومين، هذا فصام في الشخصية، شيزوفريني هذا. تتحدث عن أي قوة يا أخي؟ الله يخليك، ارحمونا، ارحموا هذا الإسلام، ارحموا هذه الأمة. ليس هكذا، وإنما إذا أردنا نتحدث عن الإسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم وبالأمس وغدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهنا وهناك وهنالك وفي كل مكان، أنا أقول لكم تحتاج إسلام الرحمة. لكن على المسلمين أن يترجموا هذه الرحمة، أن يثبتوا العالم أنهم أرقى الناس في هذا الصدد، في هذا المجال، أنهم أرحم عباد الله بعباد الله يا إخواني، وخير عباد الله لعباد الله، هكذا رقم واحد. نحن نتحصل على المرتبة الرقم واحد في الرحمة. ينبغي إن فعلنا هذا نكون فعلا قد أعدنا اكتشاف الإسلام وفهمنا هذا الدين. لابد أن نؤول أفعالنا ونصوص الشارع والأحكام الشرعية المنصوصة والمستنبط دائما وفق معيار الرحمة. الذي يفي بمعيار الرحمة وتوافق معها هو الأحق بإذن الله وهو الأقرب. ونقول لكم بالرحمة لن تخسروا شيئا، بالرحمة والله لن تخسروا شيئا، ستكسبون دائما في الدنيا والآخرة. تعرف واحد يقول لي أنا كان لي موقف من أعداء الأمة مثلا، أعداء الدين، أعدائنا، طبعا ما شاء الله لدينا أعداء كثر طبعا، لأن التصنيفات كثيرة وتصنيفات ضيقة وكل واحد خارج التصنيف عدو. يا أخي علينا أيضا أن نتخفف من منطقة عدو. أنا لا أستطيع أن أنظر إلى أي مسلم على أنه عدو أبداً، يمكن أن أختلف معه، أختلف مع اتجاه الفكري وأكون خصماً عنيداً ضد أفكاره، ضد منطلقاته التي لا أتفق معها، لكن لست خصماً له كشخص، لا يمكن أن أصطدم معه كشخص، لا يمكن أن أردد به كشخص بالاسم، لا لا لا، لا نفعل هذا، لا ينبغي أن نفعل هذا، لكن كونوا شرسين لا بأس مع الأفكار، الأفكار شرسة مع الأفكار، والبشر محترمون والبشر آمنون وافرون، نكن لهم كل احترام وتقدير، لكن الأفكار لا تحترم. إذا كانت لا تحترم، إذا كانت غير محترمة لماذا نحترمها؟ والمواقف السيئة لن نحترمها، لن نتعاطف معها، لكن دائما نتعاطف مع البشر، نتعاطف مع الناس. يجب أن ننطلق به بهذه العقلية، وهذه بالضبط يا إخواني هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الناس أنه لا مشكلة لنا معكم، بالعكس نحن دعاة خير، دعاة محبة وسلام وتسامح إزاءكم ولكم جميعا، لكن نحن ننخرط في معركة حامية، حامية الوطيس، حمراء ضارية،
مع الأفكار، مع الوثنيات، مع الشرك، مع القسوة، مع الجريمة يا أخواني، مع الفاحشة، مع الدجل، مع النصب، مع 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 هكذا. وهذا هو الإنسان الواعي والإنسان اليقظان أيها الإخوة. إذا التزمنا بهذه المفاهيم أنا أقول لكم سنصبح دعاة يحتاجنا العالم، سنصبح حملة أفكار يحتاجنا العالم، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. وإن لم نفعل أقول لكم نخسر في الدنيا والآخرة. لم أكمل السؤال، يقول لي لا أنا تساهلت إزاء هذا العدو، هل أندم؟ أنت لن تندم لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعرف هذا العدو لو كان عدوا في معركة ويستحق القتل وأنت أتيته ورحمته، أنا أضمن لك الله سيرحمك ولن يؤخذك على هذا، يقول لك يا مجرم يا مقصر أنت رحمت العدو. أبدا أبدا. النبي النبي تقريبا عاش ومات وهو لا يزال يرحمهم، وستسمعون نماذج عجيبة يا إخواني، نماذج عجيبة من رحمة رسول الله بأعداء الذين أرادوا قتله واغتياله وهم غير واحد، مش واحد وواحد وواحد، غير واحد، ودائما يعفو ويغفر يا إخواني، يعفو ويغفر، ويستحقون القتل. هؤلاء ما أرادوا قتلي، من أنا أو قتلك أو قتلك، قتل نبي العالمين خاتم المرسلين، يعني لو قتل واغتيل، لكن أنى لهم، الله حائل بينه وبين ذلك، الله يعصمك من الناس، لكن بفرض، وفرض المحال ليس المحال، بفرض أنهم نجحوا واغتالوه، ما الذي يحصل؟ أعظم خسارة في تاريخ الدنيا، أعظم خسارة في تاريخ العالمين، قتل خير مرسل، أكمل إنسان على الإطلاق، أعظم حامل لأعظم رسالة، ومع ذلك لم يكن يقول ليقول أنا نبي الله، أنا خاتم المرسلين، العدوان علي يستحق مش قتل هذا المعتدي، قتله وقتل ذراريه وقتل أصله وفصله وقتل القرية والمدينة التي، أبدا حاشا لرسول الله، لن يكن كذلك. كونوا معنا أحبتي وأخواتي.